بخير عليكم. جازين ولا ايه؟ انا قاعدة بتفرج. جاهزين ولا مش جاهزين؟ عايزين نشجع حسين بن حاجة قوي 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 يا جماعة، عايزين نشجعه جميل جدا. فريق حماقي خطير. مبروك لخالد، يا رب يا خالد اشوفك في النهائيات حبيب قلبي. بجد بقد ايه سعيده جدا بنجاح خالد النهارده. الف الف مبروك. يلا جاهزين ولا ايه؟ عايزين نصوت 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 وندعي لهم ان شاء الله ربنا يوفقهم النهارده. يلا ايوه حسين بن حاج. انتوا كمان وحشتوني، بحبكم قوي. تابعتوا الحلقه النهارده على قناة حياة، كانت جميلة جدا بجد. يلا انا بتفرج على حسين اهو، مشجع حسين قوي. بصراحة عصام ابدع والله. يا رب بتمنى لهم من الاثنين يا رب النهارده النجاح. وشيماء كمان ان شاء الله، انا عارفه ان هي تبدع باذن الله، فربنا يوفقهم جميعا يا رب. يلا عايزاكم تشجعوهم جامد قوي. قلبي معاكم، فريق حمائي حبايب قلبي، وان شاء الله انا معاكم للنهايه كان احنا مع بعض بالظبط. صوتوا لهم وخليكوا جنبهم، محتاجين دعمكم النهارده، وانا عماله بصوت لهم كمان دلوقتي. ما تنسوش فريق حمائي خطير. Thank you.